بكم تلاميذ السنة الثالثة إلى اختبار الفصل الأول في التاريخ والجغرافيا مع موضوع التاريخ. أعتذر، يعني نشرت قبل قليل موضوع كان فيه خطأ. أصنف الأحداث التالية في الجدول. عندنا الأحداث حدث شخصي، حدث اجتماعي، حدث وطني، حدث ديني. عيد الاستقلال هو حدث وطني. عيد الفطر هو حدث ديني. الختان هو حدث شخصي. اندلاع الثورة حدث وطني. حفل الزفاف حدث اجتماعي. عيد الأضحى حدث ديني. النشاط الثاني، أكمل بما يناسب. نكمل بما يناسب. الحدث الشخصي ليس، بل يعني الاستنتاج الذي يكتبه التلميذ في الكراريس. الأماكن تتنوع حسب أهميتها إلى آخره، وأهميتها مستمدة. الأحداث الشخصية تتسلسل وتتعاقب وفق الوضعية الإدماجية. اقرأ الوضعية بتأني وأجب عن الأسئلة. ولدت يوم 23 فيفري 2011 ببلدية تيارت، وفي يوم 4 سبتمبر 2016 التحقت بالمدرسة. أدرس في مدرسة الشيخ عبد الحميد بن باديس. في حينا مرافق عديدة ومتنوعة. دار البريد والمواصلات 8 ماي 1945 وملعب 1 نوفمبر 1954 ودار الثقافة الشهيد حسيبة بن بوعلي التي استشهدت يوم 8 أكتوبر 1958. يوم ولادتك هل هو حدث شخصي أم اجتماعي؟ يوم الولادة هو حدث شخصي. يوم الولادة هو حدث شخصي. دخول مدرسي هل هو حدث شخصي أم اجتماعي؟ الدخول المدرسي هو حدث اجتماعي. ارسم خطا زمنيا ورتب عليه الأحداث التواريخ الواردة في السنة حسب تسلسلها الزمني. نرسم خط يعني ونرتب عليه هكذا يسار إلى اليمين. أول تاريخ هنا هو تاريخ 8 ماي 1945. بعد ذلك 1 نوفمبر 1954. بعد ذلك 8 أكتوبر 1958. بعد ذلك 23 فيفري 2011. بعد ذلك 4 سبتمبر 2016. أشكركم أعزائي التلاميذ على المتابعة وإلى اللقاء.